في عناوين نشرة الليلة: هكذا أحبط الجيش هجوما على جرد القاع رأس بعلبك. في مجموعة من المسلحين حاولوا يخترقوا هالمنطقة ليوصلوا للقاع أو لغير القاع، بس أنه ينزلوا باتجاه الضيعة. في الخاص، ماذا رأت سلين قبل مقتلها؟ جاءت إلى هنا، إلى غرفة سيرين التي كانت نائمة وخائفة. بعد الادعاء عليه، أبو طائي مهدداً: الجنود الأسرى في خطر، القضاء بلا جمرك. بيبعت وراي القاضي الأشهد: اخشي بيقلي ما بدي منك شيء. القتل تعزيراً للشيخ السعودي نمر النمر. وفي النشرة: 38 فحصوه. فحصيه. هذه العناوين وتفاصيل أخرى تتابعونها في النشرة بعد قليل.